اي والله يسلموا دياتك. دياتك ما قلت لي انت بدك تسافر عشان بكره ان شاء الله. شوفوا على هالحكي بعرف انه بكره، قصدي باي ساعه؟ هو قد ما بكرت بيكون افضل. يعني الساعة 9 الصبح؟ لا الساعة 7. بخاف إذا رحت الساعة 9 تطلعني الشمس على الطريق. قلتك دخلك. وبشو اعتمدت تسافر؟ بسيارتك ولا بالبولمان؟ والله ما بعرف. هو إذا رحت بالبولمان أفضل وأرياح. وأسرع كمان. حاكم أنت بتسوق مثل الزلحفة. يعني من حلب للشام بده ياخذ معك الطريق حوالي 8 ساعات على القليلة. لا هيك انا هلا قاعد ما بعرف حاله. إيه انت اذا من حي السبيل للحديقه العامه اخذ معك نص ساعه، فشلون من حلب للشام؟ ايه بس لا تنسي انه سواقه هون بحلب صايره صعبه من كتر العجق والطجق، بينما الواحد على طريق السفر بياخذ راحته. على كل حال انت مانك مضطر، بعدين ركبه البولمانات صايره مريحه كثير، مواعيدها منتظمه وخدمتها ممتازه. فعلا ممتازه، الواحد يحكي الدغري. دايمه صحتين. وين رح تنزل بهاليومين؟ وين تنزل يعني؟ بالاوتيل. ليش ما رح تنزل عند اختك وداد؟ ما بدي اعمل سئله لحدا. المخلوقه جوزها جاي من امريكا امبارح ومشغوله فيه، هي بولادها بقى مو حلوه نام عندهم. اصلا يمكن يطلعوا علاد ايه على هوا ما فهمت منها. بعدين بيني وبينك اختي ما بعرف عصبيه كثير، واولادها مجلوقين وراح يسرعوا لي راسي بعفرتتهم وضجتهم. يعني بصراحة ما باخذ راحتي، ما بدي. وبأي أوتيل رح تنزل؟ بأوتيل الماراثون مثل العادة. معلوم يا عمي، أنت منظنظ وما بتنزل إلا بأوتيل 5 نجوم. كل هليلتين بقى ليش لحتى ما دلل حالي فيه؟ بعدين أنا بحب النظافة والتخوت المرتبة والشراشف البيضاء والورد بالمزهريات. وبتلحق تخلص وراق حصر الإرث بهاليومين؟ ايه بالحق، لانه الوراق خالصه ما بدا الا تصديق من الطابه والماليه، يعني ما احلاها ما تخلص، صار لنا سنتين ونص عم نشتغل فيها. ايه بس لا تنسى تجيب لي الاسواره الذهب مثل اللي كانت لابستها اختك. ايه بس غاليه شوي، مو هيك؟ هلا جوز اختك اغنى منك لحتى يجيب لها هيك اسواره؟ ولا هو بحب مرته اكثر ما تحبني انت؟ ولك تكرم يا حياه، ولا يهمك، صدقيني راح اجيب لك هالسواره اللي حبيتيها وحبيت مسك فوقها كمان. ايه ها؟ هيك بدي اياك. بعدين لا تنسى امرق على البزورية وجيب الموالح اللي وصينا عليهم. هلا قلت موالح بحلب حتى اجيب من الشام؟ لا بس صاحب المخمصة جوزها لرفيقتي سوزان، والا ما يتوصى فينا. تكرم عينك، غيره؟ سلامتك حبيبي. رح اقوم ضب لك بدلاتك واكوي لك قمصانك. طيب ما في مانع، وحطي لي الله يرضى عليك بين الاواعي صابون غار وشوية مسك حتى يتعطروا منيح، وكتري لي الجرافات حتى بدل وغير. فظاعة فظاعة، شو بتحب ترفي حالك؟ مو بإيدي، هيك طبعي. بعدين أنت عودتيني نام على مخدات نظيفة ولحفة معطرة. إلا كان شلون بدك تندس بفرشات الأوتيل؟ ولو يا حياة، أوتيل الماراثون 5 نجوم يعني أحسن وأنظف من أفخم فرش. إيه بس مو أحسن مني، مو هيك؟ ولو لك انت يا حياة ما في منك تنتين بالكرة الأرضية كلها. يعطيك العافية يا أنسة. أهلين أستاذ. بدي غرفة لشخص واحد لو سمحتي. تكرم عينك، بتحبها مطلة على البهو الداخلي ولا على المسبح؟ لا على المسبح. ويا ترى كم يوم رح تقعد عنا؟ ليلتين. أوكي. بس ممكن قوية لو سمحت؟ إيه على عيوني وراسي. تفضلي. شكرا.
سعيد طلع شراتي للأستاذ. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. عفوا. يعطيك العافية. أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ. تفضل عيني. معوضين شكرا. عليك إن شاء الله. ألو، مرحبا حياة، شلوني؟ اشتقتي لي؟ ايه ما حلك لسه؟ هاي وصلتي للأوتيل، الغرفة؟ ايه حلوة كتير، اشتهيتك تكوني معي فيها، ايه حتى نقضي أحلى شهر عسل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شو رح أعمل يعني؟ رح أنزل رأساً على الطابو حتى أصدق الوراق قبل ما ينتهي الدوام. ايه وعالصاغة كمان مشان السوارة، ولا يهمك ما رح انسى. على عيني على عيني حبيبتي. بدك شي؟ اوكي اوكي حبيبتي، مع السلامة. الله معك. السلام عليكم ابو هاشم. وعليكم السلام. اهلين اهلين استاذ ياسين. اهلا وسهلا. تفضل ارتاح. شرف الله يخليك. هذا وشك ولا ضو القمر؟ الله يخليك يا سيدي، ما لنا غنى عنك. بس جاي اطمن شو صار بالوراق. خالصه مخلصه، ما بدها شيء ابدا يا سيدي. اليوم وقعتها من المدير الفني، وبكره ان شاء الله راح وقع من المدير العام، وصلى الله وبارك. حلو كثير، الله يعزك ويديمك. ايه سيدي، وغير هيك شو بيطلع علينا؟ ولا شيء، ما بدنا غير الدعاء والرضا. يا منير منير، هات قهوة الأستاذ ياسين أوام بسرعة. إيه أستاذ ياسين، قلي أنت جاي لهون خصوصي مشان المعاملة والوراق ولا بشغلة تانية؟ لا مشان الوراق بس، مرتي وصلتني على سوارة من سوق الصاغة، مرقت اشتريت لها إياها وإجيت. بالهنا إن شاء الله. أرجيني إياها بالله إذا ما بيصير تسألي. حكم أختك أم هاشم بدها تاخد وحدة لبنتها على كتب كتابها. إيه تفضل سيدي. ايه شو هاد؟ ما شاء الله. لا لا لا، هي غالية كتير، مو حملنا ابدا. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. عندك طوابة؟ لا ما في اخي ما في. مرحبا يا سي. أهلين. لك كيفك؟ شو أهلين؟ ما عرفتني؟ عصام. هي عصام. لك أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. أهلين. لك أهلين. أهلا وسهلا. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله بخير وسلامة. بعرفك على صهري أبو نورس، هذا حبيب قلبي. أهلا وسهلا. شرفنا يا أستاذ. رفيق العمر الأستاذ ياسين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفنا. لك وينك يا زلمة؟ يعني إذا توظفت بحلب ما عاد حدا يشوفها؟ لا والله مالنا غنى يا عصام، بس جياتي للشام صايرة قليلة شوي. ايه حاجتك بقى. ولك ياسين اطلع من هالبواب اطلع، لك يحرق حريشك. ولك عشرة عمر انا وياك. تعرف يا ابو نوراس
أنا وياسين قضينا أجمل أيام العمر. كنا اثنيناتنا موظفين بالجمارك، هو كان رئيس قسم المستودعات وأنا كنت كشاف فضائل. فعلاً أسأل الله هذيك الأيام. هلا قديش إلي ما شفتك ياسين؟ يمكن 7 سنين مو هيك؟ ولك بالضبط 7 سنين بالضبط. يا الله الأيام شلون عم تمضي هيك مثل لمح البصر. إي والله عمر. ما قلت لي شو عم تعمل هون؟ إلي معاملة بالطابو جوا. بالطابو؟ امشي إيه؟ هدول الموظفين كلهم اصحابي. ها اذا بدك شيء. لا 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 ما بدي شيء، انا معاملتي بين يوم والتاني بتكون خالصه. لك ما بدك خجل اخي، انا المدير صاحبي وسياده العميل ابو بديع اخوه صاحبي كثير، فلا تاكل هم اي شيء يطلبوا مني. الله يخليك، ما بدي شيء الا سلامتك، كل شيء تمام. ما قلت لي وين نازل؟ بالاوتيل. بالاوتيل؟ شو هالحكي؟ معقوله خليك تنزل بالاوتيل واخوك عصام موجود؟ يا سيدي خلي لي اياك، بس انا ما بحب ازعجك. و لك شو بحب وما بحب؟ لك علي الحرام ما بتنزل غير عندي بالمزرعه لو شفعت لك كل امه محمد، فهمت؟ بس انا يا عصام ما بدي. إيه لا تقلي بدي وما بدي، غير ببيتي ومزرعتي مانك نازل، والله ما احلاني تاركك نازل بالاوتيل، امشي امشي. امشي. طيب بنتغدى بس. لا حبيبي ما في خواف، انت بهاليومين ملكي. والله احرجتني. لك اخي ليش احرجتك؟ المزرعه كبيره والغرف واسعه. ليش صار عندك مزرعة؟ طبعا بفضل الله رب العالمين. ما شاء الله. لكن حبيبي هلا ليش عم نتجادل نحن؟ خذوا ابو نوراس طالعوا بالسيارة. طيب معلش لازم روح على الاوتيل لان شنطتي هنيك ومرتي بتعرف اني بالاوتيل، بقى لازم خبرها اني بدي اتغدى عندك. لا حبيبي معلش لانه انا لمرتك بدك تروح عندي طالما انت موجود في الشارع. لا لانه عود عود شغله ما في خواص. تفضل مرتك ما في. مثل ما عم قلك ما رضي غير انزل عنده بالمزرعة. ايه بقى هلأ ضبيت شنتي ورايح لعنده فورا. ايه لكن هذا رفيق عمر بتعرفيه؟ لك عصامي اللي كنت انا وياه بالجماري. ما عرفتي؟ طيب المهم وينك حياة؟ بالظاهر هذا صار عنده مزرعة والله عطاه، بقى لا يغلى قلبك بهاليومين. ايه اوكي حبيبتي ماشي الحال، الله معك يخلي لي اياه. ماشي ماشي لا ما بنسى. ماشي ماشي الله معك عيني. شو بيطلع علينا يا انسه؟ لا استاذ طالما ما نمت بالغرفه ما بيطلع عليك شيء. انا متاسف بس هيك الظروف حكمت. لا خلصني هلا بقى بلا اعتذارات، خلينا نمشي. طيب يا لطيف يا لطيف شو بدها تفرح مرتي واولادي فيك. ان شاء الله. البيت مو بالشام؟ لا حوالين الشام بس مو كتير بعيد، تلت ساعة بالسيارة. بس منطقة على كيفك استاذ ياسين، رح تعجبك كتير. يا سيدي حلوة بسكانة. كم يوم قلت لي رح تقعد عنا بالشام استاذ؟ يعني شي يومين. معقولة بس يومين انت الثاني؟ على القليلة لازم تقعدلك شي جمعة. يا ريت يا عصام يا ريت، بس الظروف ما بتسمح. بعد هيك يا ولاد، بعد هيك جوت بوتي، طلعت جوت بوتي.
بقولك شو بتساوي بحالي؟ يا بابا نزعوك اسم الصفرة، شو تساوي بحالي؟ يلي عدمني ياكن يا حق، صار لي من الصبح عم بشتغل لحتى اطلع صفرة مرتبة. لا بابا بوسو حبيبي، بوسو لعبو يا اهلين عمو. اهلين عمو، اهلا وسهلا. هذول الله يسلم لك ياهم. ايه والله ولا فخرهم. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل اخي ياسين، اكيد بتكون جعد من الخضوضة بالسيارة ليك الجاشة. لا معلش بكتفي فنجان قهوة مو مشكلة. شو الحكي؟ شو جاي على بيت أرملة ولا مطلقة أنت؟ لا بس شو معلش. يلا فوت يا أهلي. بأخي ياسين وحبيب قلبي. أهلا وسهلا يا ميتا. لا شنطة لك شنطة يا ولد. لا تخاف أولادي أوادي ملا بيرجعوا لك إياها. صحيح بس فيها شنطة هاي. هلا لا تخاف، بس إذا بدك تغسل تعال غسل يلا بسرعة. هلا ليش التغسيل أنت الثاني؟ ما بدك تغسل ولا شيء. تعال نرجعنا. أهلا وسهلا. ارحب الحاجر فيه ياسين. هاي مرتي فرحة. أهلا وسهلا، تشرفنا مدام. أهلا وسهلا أستاذ. يلا تفضل أستاذ ياسين، غدا جاهز. خليك ليش أسألني؟ ليش هيك السفرة مرتبة مني؟ يا طعمنا هالولاد بخلوا يسعى حاله. عود 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 يسعى نظيف. عود عود لا تخجل. لا معلش والله يسلمك يا رب. هاي معلقة فيها أبدية معه. أستاذ سخنين. أوه حبيبي كون فيها روحي جيبي معلقة نظيفة لبين ما يأكل في شيء. يلا حاجة سخن. حاجة لا لا شو حاجة طول بالك. معلش مو كتير، انا في عامل رجيم ما لا لا تدلو مرتي فرحة نفسها كتير طيب على الاكل. ها شلون لقيت الاكل ياسين؟ لا 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 طيب كتير، الله يعطيه العافية الاكل طيب كتير. الله يعافيك استاذ ياسين، تفضل اسكبوا يا استاذ ياسين. مين مستحي اسكب له ابو نوراس؟ لا اسكب له ابو نوراس. معلش اسكب له حبيبي. لا تسكب الله يعطيه العافية ان شاء الله صفرة دائمة. شنو هالحكي؟ بزعل منك ما اكلت شيء يا زلمة. صدقوني ما عاد اقدر احط ولا لقمة بتمي ارجوك. بزعل منك هيك؟ ها ما بيصير. لا يا ابو نوراس ليش تزعل مني؟ كل شيء ولا زعلك؟ انت وضميرك. ها اذا فيك ضمير بتاكل اكل على قد محبة. اي والله. معلش حبيبي ما بدي حلفان ولا ايمان، يعني بيت عامر ان شاء الله. يسلموا ايديك مدام فرحه. اي يسلموا ايديك مدام فرحه. صحه وهنا استاذ ياسين، صحه وهنا. الشاي جاهز؟ ايه بين ما تطلعوا على الارض ديالكم انزهزتوا. يلا يلا بسرعه فرحه. يلا سؤال يا جماعه، ممكن لاقي تاكسي من هون للاوتيل؟ تاكسي ولا شو التاكسي؟ اذا رايح لك شي مشوار انا براسي بوصله. لا لا ما بدي عزبك اكثر من هيك، بدبر حالي معلش. لك يا اخي انت قلي لوين مشوارك وترك الباقي علي. يعني فكري ارتاح بالاوتيل وبتعرف يعني. اوتيل؟ ايه اوتيل. لا الله يسامحك رح اعتبر حالي ما سمعت هالكلمه منك، ولا رح نزعل من بعضنا. ها هيك نزعل منك استاذ ياسين؟ ها بيتنا موجود وبدك تنام بالاوتيل، يعني شو مالنا قد المقام؟ قسما بالله ابن حماية عصام روح قلبه الضيوف، بقى شلون انت صديق عمره؟ لا لا مو هذا القصد، بس انا باخذ راحتي بالاوتيل اكثر. اما هي سمعه جديده، لك يعني في حدا بياخذ راحته بالاوتيل اكثر من البيت؟ اخي خلص اعتبر البيت بيتك، واذا الاولاد عم يزعجوك ببعتهم على بيت جدهم وخلصت الحكايه. بس انتو يا جماعة عم تحرجوني هيك. انت اللي عم تحرجنا قدام اهل البلد، كل الناس هون عرفوا انك مشرف لعنا، ومرتي فرحة خبرتهم كلهم، بقى شو بدهم يحكوا علي اذا تركت ورحت على الاوتيل؟ اكيد رح نصير علكة بلساناتهم، رح يحكوا علينا اشكال الوان. بتريد بقى انت لهالشغلة؟ يا جماعة لا تفهموني غلط، انا خايف كون عم تقل عليكم. لك لا يا ياسين، لك هات لبوس ايدك بقى نسالي شغلة هالاوتيل. لك نحن هون كلنا بخدمتك، انت بس اشر باصبعتك. سايرو استاذ سايرو، ما بتندم؟ حرام بلا ما يتشرشح قدام اهل البلد. قوم لقلك وما بعرف شو بدي قوم لجوا وفريك شنتايتك وطالع جنجامتك وبترتاح عنا. شرب يلا يا سي لا تخجل. طب بتغسل ايدي؟ بدي فرش اسناني. وين يا على عيني احلى مغسله بخدمتك ليك بتاخذ العقل. الاوتيل اعوذ بالله وين بدي الاقي قاعده مثل هي بتجنني. لا بالله على العلا. بابا عصام ابو نورس مدام فرحه لحقوني يا جماعه. شو مش شو يا سيدي كله ماي بدك مرعوب. لا عصام
اخي جد بروحي سيئة بيئة. تعا حبيبي يا ابني تعا. لا ماني خايف بس وردت وردت لخات البشكير يا فرحة. هكا يسلموا انتيات عدم المؤاخذة. يا جماعة صدقوني متت من رعبتي لما فلتت الحنفية علي. قلت لحالي شو هاد شو صار؟ لكن شو بده يصير يعني؟ ان شاء الله ريت اكبر المصايب. عود عود للعبك دق طاولة عود. ليك يا ربي. يا ولي شو هاد؟ ابو بريس ابو بريس مرق ابو بريس ابو بريس. فيك بخاف من ابو بريس معقولة؟ الله يسامحك يا استاذ، معقولة تخاف من ابو بريس؟ ليش انتم ما بتخافوا منه؟ الابو بريس من شوفتنا بيهرب سفر سنة. شو الحكي؟ فعلا يا جماعة ضيفنا علينا فات بتطقق من الضحك. مهفات مهفات انا. وهي فرشتك صارت جاهزة. يسلموا الإيدين يا رب. فرشة صوف من اللي بيحبهم قلبها. ايه. بقى وين كنت بدك تلاقي هيك فرشة بأوتيلات الخمس نجوم؟ وين؟ ايه. صح صح معك حق. لك طيب مانك ملاحظ إنه بكير على هالنومة؟ معلش عصام تعبان شوي من السفر ولازم ارتاح. طيب حبيبي إذا بتأمرني شي بتنادي لي. ها تسلم عصام. تصبح على خير. تسلم تسلم. يلا معك. معقول نام هون انا؟ والله شي بخوف. ولي والسقف خشب كمان. حول الله قوه الا بالله. شو هذا؟ شو في يا سي شو في؟ عم بسمع صوت خربشة بالأوضة. خربشة؟ ايه ويمكن تكون شي فارة. بس نحن ما عنا فيران بالبيت. لكن شو هالصوت؟ اللي انت بالأول سمعت خربشة ولا فحيح؟ والله يا مدام هيك وهيك. اطمن لكان هاي مو فارة هاي حية. حية؟ قلتك رجعت الحية على الأوضة؟ ايه ما في غير هيك. لك انتو عم تحكوا جد ولا عم تمزحوا؟ بأوضتي انا يا جماعة في حية؟ شو أنا أستاذ؟ شو؟ شفت فرخ صغير. بعدين بيقول لك المثل جنب العقرب لا تقرب وجنب الحية فريش ونار. ليش إن شاء الله بتخاف من الحية كمان؟ أي طبعاً يا مدام طبعاً طبعاً بخاف. مو بس بخاف بيتزلزل بدني منها زلزلة. تعا يا ولد روح لعند خالك أبو نوراس وقل له الحية رجعت مرة تانية خليه يجي يسحبها من الأوضة. روح أمي بسرعة روح. تفيقوني من نومي وتجيبوني كرفتي من شان حية. مو من شاننا أبو نوراس، من شان ضيفنا مو حلوة. ريح حالك أنت وضيفك أنا بتصرف. يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل يا حية يا مهجة قلبي من ذكرك ضيفنا عم يتوسوس. تعالي دفيك بعبي تعالي مالك إلا أبو نوراس. يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل. تعي روحي تعي تعي حبيبة قلبي تعي وينك انت وينك تعي تعي. إذا حابة تاكلي وتشربي ولسانك بده يتلحوس رح ضيفك قرص كبي. تعالي ضيفنا بلش ينعس. يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل. We'll be right back.
إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 هي اللي مخوفتكم. وين؟ لا جواد 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 قلو العمى شو المسهل جواد لك شو بقى ياسين؟ هذا فرخ صغير ما بيعمل شيء. لك كلها ترخ. أما هذا ضيفكم إلو كل نهفة بطقق وضحك. تعخلوا تعال امسكها من هون. إيه من رأسها من رأسها. أيوه يلا روح زتها بالجنينة. يلا وين زتها؟ بالجنينة. ليش بالجنينة؟ ليش ما بتقتلوها يا عصام؟ لك يا أخي أي ما بتعمل شيء. قال بيقول لك جنب العقرب لا تقرب وجنب الحية فريش ونار. لك بعدين الحية بالبيت مفيدة كتير ما بتترك ولا فارة. ليش لسه في فيران كمان؟ روح بابا روح روح حبيبي روح كبها بالجنينة قبل ما تستفقدها أمها. ليش إلى أم؟ لا خلص بقى أخي ياسين ما حلوة تعمل هيك قدام الأولاد. يلا فوت كفي نومتك وإن شاء الله نوم الهنا. ليش لسه بدي كفي نومتي؟ يلا يا جماعة تصبحوا على خير. وين 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 أبو نوراس وين رايح وتاركنا؟ هاي شو تاركك بصحراء أنا نعست بدي كمل نومتي. تصبحوا على خير. مع السلامة يا أبو نوراس. يلا حبيبي ياسين فوت نام ولا تاكل هم الدنيا بألف خير. ايه أنا وخير هاد على وش الحية ولا على وش أبو بريس؟ يلا تصبح على خير. أما نهفي الياسين. لك شو مجنون أنا لحتى نام هون لبكرة؟ بدي روح على الأوتيل ولو بدي أخذ مشي. بالباص حطيت راسي ونمت وما حسيت حالي إلا هون. آخ شو قصتك؟ شايفتك مو على بعضك. خلصت الوراء؟ أني وراء؟ وراء الطابو. إيه خلصتهم. جبت لي الإسوارة؟ يا لطيف على النسوي. وين نسيتها؟ الو مرحبا عصام. اهلين ياسين شو وصلت على حلب؟ عصام عصام اسمعني شوي الله يخليك. في الشنطة الصغيرة يلي كانت معي يمكن نسيتها عندكم بالبيت بقى وينها؟ ايه ايه موجودة بالحفظ والصون ولا يهمها. الحمد لله التقيت. دخيل عينك اذا ما بصير سألي ابعت لي اياها لهون بالكرنك. ايه اذا ممكن. لا حبيبي ما حذر لازم تيجي تاخدها بنفسها. وليش بقى؟ لحتى اكسبك عندي بالبيت كام يوم. لقي اهل الضيعة كلهم زعلوا مني لاني تركتك تمشي من تاني يوم. بس انا هلأ لا, لا 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 يمكن ولا بشكل من الاشكال. لك قسما بالله اذا ما اجيت اخدتها بنفسك وقعدت عندي شي شهر ما راح ابعت لك اياها. لك لسه ما شبعت منك يا رجل. عم تسمع شو عم قلها؟ بدك تجي يعني بدك تجي. القصة ما بدنا مهرب بنوب. لك عزيمة هي أخي ياسين عزيمة مو حي الله. دي بقى عجبكن على هالمعلاق؟